أن لهم علاقة مع الله، إذا أهمتهم الدنيا وكروبها تركوا الخلق للخالق. صدق عليه الصلاة والسلام، إذا ضاق صدر الحبيب وحزبه أمر وأتته الهموم من كل درب ماذا كان يقول؟ يقول: يا بلال أرحنا بها، أي أنا أريد أن أنعزل عزلة بسيطة عن الخلق لأتفرغ باللقاء الخالق. فإذا الإنسان صدق في علاقته مع ربه أقسم بالله لا يوجد هم إلا والسجود علاجه، وأقسم بالله إن بعدت عن الصلاة والله إن الحياة تكون جحيم. ولذلك يقول الله: واستعينوا، استعينوا على كروب الحياة. واحد يقول: يا شيخ أنا كل ما طقيتها عدلة انقلبت عوجة، كل ما بغيت أتجر خسرت، كل ما تزوجت طلقت، كل ما ربيت الابن وبلغ المراهقة عذبني. وبدأ يبكي. قلت: أنت يا أخي النمرة غلط، النمرة غلط، أنت هذه الدنيا ضربت على هذه الدنيا. يا أخي أن تريد الجنة في الدنيا، الجنة في الدنيا إن شاء الله تحدث بالتسليم بالقضاء والرضا بعطاء الرحمن. لكن قلت له: همومك اللي معك هذه. قال: رحت للمستشار النفسي، وأنا مع الذهاب للطبيب والمستشار النفسي والمستشار الاجتماعي، لكن قبل ذلك عدل وضع علاقتك مع الله بعروج روحك إليه. أجمل لقاء في الحياة. ما تلاحظون صلاة التراويح في رمضان زبائن اللي يستعجلون مو كثير، يقول: عندنا إمام ممتاز يا شيخ، كلها 15 دقيقة سفري على طول طالع، طالعين مع الله. يا أخي هذا إمام ممتاز. معنى ذلك إن إمامكم يقلل وقوفك بين يدي الله. أنت تمدحه على ماذا؟ الله يجزاك خير. ما نمدح واحد. أنا لو أني من أهل المال وأقول لك: كلما أطلت الوقوف بين يدي أعطيتك من خزائني. أطول ولا لا؟ ما يكفيك ساعة؟ طال عمرك ساعتين يا أخي، ثلاث، خذ راحتك، لأنني سأنال من عطائك. هذا هو الله، هذا هو الملك. أنا أدعو من أراد الطمأنينة والراحة والسعادة. عندك دمع؟ بعض الناس يريد يبكي، يبكي يأتي عند أمه، عند أبيه، عند مديره، عند المستشار، عند المعالج السلوكي المعرفي، يقعد يفضفض فضفض. الله يجزاك خير. لكن وش رأيك تفضفض عند ربي في سجدة؟ أقسم بالله إن الذي يقلب الظلام نور والنار بردا وسلاما ويعكس الموازين ويجعل نواميس الكون شرقها غربها ويجعلك تحتار في عطائه ويتدهش العقول في نواله هو الله، فكن معه. الصلاة. وإذا وجدت إنسان عنده نقص في السعادة، أنا أحكم يقينا عند النقص بعلاقة مع الله في الصلاة. الصلاة ما هي؟ مقابلة الملك. الصلاة هي مقابلة الملك. وجميع أهل الخلق، الخلق كلهم، أنت لو تريد تدخل على وزير، معليش اسمحوا لي، أو على أمير، ولا على صاحب مال، تحتاج إلى أن تنسق موعدا، وتحتاج إلى واحد يقدمك تقديم جميل له، وهذا من الأخيار، وهذا نعرفه، ها، وحبيبنا ترى إعلامي مميز، ونعطيهم بعض التزكيات حتى يقول دخله، ودخله ويمكن دخله شارب سط الليمون، هذا ضايق صدره وكذا، يعني أدخل عطنا اللي عندك اطلع. إلا الله. الله ما تحتاج إلى استئذان، ولا تحتاج إلى معروف، ولا تحتاج تقول أطلت، بل هو يحبك إن أطلت. ولذلك السعادة مرهونة في اتصالك. الصلاة اتصال. جوال بدون شريحة يعمل يا أخوان؟ إنسان بدون تواصل مع الله، ما عنده شريحة اتصال مع الرحمن، لا يمكن أن يعيش فوق ملكه سعيدا، لأنه لو عاش فوق ملكه سعيدا كان الذي خلق السعادة ظالم. أحبابي، الله لماذا، وحاشى ربي جل في علاه أن يكون ظالما، لماذا الله فرض الصلاة في السماء؟ كل شرائع الإسلام في الأرض، تدري أيها المبارك؟ لأن الله يريد من عباده إذا وضعوا الجباه له في الأرض واحتضنوا الأرض وجعلوا أجمل وأشرف بقعة في أبدانهم على أديم الأرض، يريد من أرواحهم أن تعرج إليه فيسكب فيها الروح والطمأنينة والسعادة ويردها إلى تلك الأبدان، فيعيش العبد ما عاش فوق الأرض سعيدا. والله أحبابي، علاج كثير من همومنا وغمومنا، فقط عدل البوصلة، عدل التردد، التردد خطأ. بوصلتك يا أخي لا توصلك إلى المقام الذي تريده. الله جل الله بقليل من الماء، ربع مد، ربع مد علبة ماء
الصغير هذه 330 ملي هذه مد، هذه تكفي لكي تهيئك للوقوف بين يدي الله لتبثه أسرارك وآلامك. أما وإن انتظرت نزوله في جوف الليل، والعجيب أن لله نزول يومي. والله أحبابي في هذا الوقت بعضنا نائم أو بعضنا مشغول، الملك جل في علاه أقسم بجلال الله طيلة العمر له موعد لعباده المعذبين المهمومين المغمومين الذين ظلمهم الخلق، ضاقت عليهم مسارب الحياة، الذين إذا قال يا رب تقطعت أصواتهم بالعبرات وسالت قلوبهم بالدماء. الله يعزيهم وهو الملك، فينزل في الثلث الأخير من الليل. هنيئا لك إن كنت مع الذين سيكونون في لقاء الملك، والذين سيستقبلون وصوله إلى السماء الدنيا بسجدة أو برفع يد. ماذا يقول ربي؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أحبابي يعني كأنه يقول في مهموم يريد أن أمسح عنه العناء. إذا جت الساعة 2 ليلا إلى أذان الفجر وكنت غائبا عن الله، أنت غائب عن الساعة. ولذلك أذكر أن يروى عن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله يقول ما صليت الفجر منذ 50 سنة إلا بوضوء العشاء، ليست أساطير. وكان يقول ما أذن مؤذن في المسجد إلا. ولذلك أنا أسأل بعض كبار السن، هل كان عندكم رقاة قديما؟ جدي وجدك وأمي وأمك، هل كان عندهم رقاة؟ هل كان عندهم مصحات؟ ما كان عندهم تراكتئاب، كان ذكر لا إله إلا اللهم صل على محمد، تسبيح تهليل صلاة. ولذلك واحد يقول يا أخي الجن متورطين مع جدان، والله ما متورطين، لأن ما عندهم مكان يدخلونه شياطين أن يدخلوا بيوتهم، ذكر تسبيح ما في، ونحن زبائن دائمين لبعضهم. ولذلك كدروا عيشنا ضيقوا خواطرنا. لذا أعود إلى السر الثاني وهو الصلاة الخاشعة، الصلاة التي تعرج الروح فيها إلى الله.